تحسيسا لسائقي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بالقواعد المرورية وتفاديا للمخالفات وحوادث المرور. نظمت مصالح أمن ولاية الجزائر خرجة ميدانية تزامنا مع موسم الاصطياف. حبسني باسكو ما عنديش ماتريكيلي، ماشي ماتريكيلي، الموطو تاعي ماشي ماتريكيلي. الور دار لي مخالفة عليها. حبسوني باسكو ما عندي، ما نشرات الكارني تاعي، مانيش داير باسك. حبسوني مراقبة دورية باينة دوك إيكاري، فيريفيكاسيون بابراس كلش ريكلو الحمد لله. أعوان الأمن قاموا بتسجيل عدة مخالفات لسائقي الدراجات النارية، تمثلت أغلبها في عدم حيازة رخصة سياقة وعدم ارتداء الخوذة. إجراءات ميدانية بحثة من قبل يعني المصالح العملية في الميدان من خلال المعاينة الميدانية، توقيف المخالفين، وحتى يعني تقديم النصيحة أو التوعية أو التحسيس يعني دائما يعني بالدرجة الأولى قبل ما نروحوا إلى الجانب الردعي، وهو جانب يعني دائما وقائي للحد من حوادث المرور. سجلنا أكثر من 31,692 يعني دراجة نارية مراقبة منذ بداية سنة 2022، إضافة إلى 3,482 يعني دراجة نارية محولة إلى الأمن الحواضر، إضافة إلى المخالفات المرور اللي تكلمنا عليها. سجلنا يعني أكثر من 4,879 يعني مخالفة مرورية، من بينها يعني دائما عدم ارتداء الخوذة لسبب يعني تكون هي سبب دائما في الإصابات الخطيرة لسواق الدراجات النارية. مصالح الأمن الوطني بمختلف تشكيلاته يواصل تكثيف دورياته لمراقبة الدراجات النارية التي أصبحت مصدرا للخطر بتسببها في مئات الحوادث، خاصة مع حلول موسم الاصطياف.